السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى لقاء جديد من حديث الصحافة، وفيه نتابع أبرز عناوين الصحف المحلية ونبحث فيها مع الصحفيين والكتاب والمحللين، ونقرأ ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية. والبداية مع صحيفة الثورة. لجنة دماج تناقش مع رئاسة النواب وقيادة الحوار تداعيات وخطورة الأوضاع. أسراب الجراد في تهامات تنذر بكارثة غذائية في اليمن. صحيفة أخبار اليوم. تنظيم القاعدة يعترف ويعتذر لضحايا هجوم العردي من المدنيين. بن عمر يقدم رؤية لتحديد الأقاليم لما بعد الحوار، والبركاني يصفها بالفخ. حضرموت مقتل 3 جنود وفرار 22 سجينا، وجنودا يحاصرون قائد اللواء 37 مدرع. صحيفة المصدر. تصاعد أعمال العنف في ثاني أيام الهبة، وبقشان يصل إلى صنعاء. هروب قرابة 25 سجينا من مركزي سيئون، والقبض على 5 بعد فرارهم. مدير أمن حضرموت يكشف عن فرار أفراد وضباط حضار من العمل ويعود بفصلهم. صحيفة الجمهورية. بناء الدولة يحيل مقترحا بشأن نظام الحكم إلى رئيس الجمهورية. بن عمر يتقدم بمقترح يتضمن معالجة عدد الأقاليم وحدودها في الدولة الاتحادية. روسيا، الحوار يظل المسار الصائب لليمنيين في حلحلة القضايا ومواجهة التحديات. ضبط سيارة تحمل متفجرات وقنابل وأسلحة بأمانة العاصمة. وفي المواقع الإخبارية نستعرض التالي. الصحوانت. اللجنة الأمنية سنتخذ إجراءات رادعة بحق من يهددون استقرار الوطن. الخبر. الذهب. تسجيل القاعدة محاولة لإرباك فريق التحقيق، ويؤكد ارتباط شخصيات في السلطة بالتنظيم. الشيخ الحميقاني. اتهام مكايدة سياسية من أطراف داخلية، ومستعد للمثول أمام القضاء، وأنا ضد أي إرهاب سواء من القاعدة أو من أمريكا. الجماحي. أبناء حضرموت فوتوا على القاعدة استغلال الهبة الشعبية. مصدر. مسلحو القبائل على مشاريع عقب دحر الحوثيين من وادي خيوان بعمران. الإصلاح نت. محسن باصر. إصلاح حضرموت مع الهبة الشعبية وليس مع لجان الصحوات. أمين إصلاح صعدة. معتقد هي الأسوأ عن غيرها، وروادها يواجهون حربا نفسية عالية. الأهالي نت. جماعة الحوثي تفرج عن أمين عام الإصلاح بعد يوم من اختطافه. وفي الصحافة العربية نستعرض أهم العناوين المهتمة بالشأن اليمني. البيان الإماراتية. ملف الجنوب يرحل مؤتمر الحوار اليوم 15 يناير. السياسة الكويتية. قيادي من هبة حضرموت للسياسة. لا نسعى إلى الانفصال عن اليمن، والحراك يستغل الموقف. في الأهالي نت نشر المحرر السياسي علي الجرادي تحت عنوان مشروع الحوثي في اليمن، تحدث فيه عن مشروع الحوثي في جميع المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية، ودور حضرموت ومكانة أبنائها في تحقيق اللحمة الوطنية والسلم الاجتماعي. نتابع. واحد.
الشق الفكري يقول إنه أفضل من اليمنيين عرقا ونسبا، وأن البقية أدنى درجة وهو الأحق بالحكم والعلم، ولا يسع الآخرين سوى السمع والطاعة والمتابعة للسيد. فنزع من اليمنيين صبغة الإنسانية والندية والمساواة، واعتبرهم توابع وفي حكم العبيد للسيد. نان الشق السياسي قام بإنشاء ميليشيات تقوم بالقتل والاختطاف والحصار وتفخيخ المنازل وتهجير المواطنين وبث الرعب والخوف وفرض رؤيته بالقوة، ومن عارضها فمصيره الموت أو التشرد. 3. الشق الاقتصادي يقوم على أن لسيد الحق في الخمس من التجارة والنشاط الاقتصادي كما هو شأن كل المراجع الشيعية في العالم، وتحول أبناء صعدة إلى سخرة لدى الحوثي يأخذ أموال الناس بالباطل. مشروع الحوثي يقوم على القوة والسيطرة على الأرض ودعم مشاريع التجزئة والتحالف والتخريب في البلاد. هو مشروع يتعارض مع الوحدة لأنه يسعى للانفصال، ويتعارض مع الوحدة الوطنية لأنه يدعو للاستعلاء والتمذهب، ويتعارض مع الديمقراطية لأنه يؤمن بأن السيد هو الأحق بالحكم وأن المواطن بدرجة العبودية، ويتعارض مع الدولة المدنية وحقوق الإنسان لأن المساواة تنسف فكرة التمايز والاستعلاء العنصري. مشروع الحوثي أجل التعبيرات عن التخلف الشامل. مشاهدين الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذه العناوين وغيرها معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ عادل أمين. أهلا بك أستاذ عادل. بداية مع عنوان صحيفة مارب بريس: شلل تام في حضرموت وهدوء حذر في عدن وشغب في لحج وعنف في الضالع، كيف تقرأ الوضع في الجنوب وما هي الوسائل من هذه الأوضاع من وجهة نظرك؟ في الواقع يعني هناك نقدر نقول هناك حملة إعلامية رافقت الهبة الشعبية، كان هدفها أنه يعطى صورة أن الجنوب بدأ يسقط، يتساقط تبعا حضرموت ثم شبوة ثم عدن، لكي يساندوا الحراك الجنوبي في الميدان. لكن في الواقع لم يحصل شيء، الهبه الحضرميه اصلا كانت سلميه ودعاتها دعوا الى السلميه. الذين دعوا لها قبائل حضرموت دعوا الى السلميه ودعوا لعدم التعرض لاي مواطن سواء كان شمالي او جنوبي وعدم التعرض لمؤسسات الدوله. لكن هناك من يحاول ان يستغل هذه الهبه لمقاصد سياسيه. طبعا هناك اطراف، لا شك هناك اطراف داخليه وخارجيه متواطئه بل متامره على ان تؤدي الى تتصل بحضرموت وغيرها الى حاله من الحكم الذاتي او شبه ما يسمى بشبه الانفصال. لكن يبدو طبعا هذه كلها فبركة اعلاميه هدفها فقط اعطاء صوره انطباع خاطئ. اما ما يحصل على الارض هو بعيد تماما كل البعد عن الحقيقه. يعني لا يوجد هناك شغب في هناك شغب، لكن هناك شغب مفتعل. لكن اقول الذين دعوا للهبه اللي هم قبائل حضرموت دعوا قبلها الى ان يلتزموا عنصارهم السلميه والهدوء، وان فقط يرفعوا الاعلام الشطريه في بعض المؤسسات، اما انهم يدخلوا في مواجهات عنيفه لاسقاط المعسكرات او المؤسسات الحكوميه لم يحصل. فمثلا امن محافظه حضرموت لم يسقط، جهاز الامن القومي، الامن السياسي، معسكرات الامن الخاص لم تسقط، لكن هناك فقط بعض اقسام الشرطه التي النظام نفسه سمح لها، سمح للهبه الحضرميه ان تقتحمها. يعني هناك كان تجاوب رسمي وكان هناك تفاعل من قبل الاجهزه النظام. يعني وسائل الإعلام كما تقول هي التي ساعدت في هذا تصنع تحاول تصنع من القضية هذه شيء كبير حتى تعطي انطباع عند الآخرين أنه اليمن أو الجنوب فعلا يعني بدأ يخرج عن سيطرة الدولة، يسعى نحو الانفصال، حتى مش فقط نحو السيطرة، يسعى نحو الانفصال وبحيث تكون إمارات، ربما إمارات جديدة. يعني أكرر من يعني هذا التقييم الإعلامي هو رسالة للخارج بحيث أنه يعطي انطباع أن الرئيس هذه أو الحكومة اليمنية غير مسيطرة على الأوضاع داخل اليمن بشكل عام. طيب هنا أمامي صحيفة الأولى وهي في عنوان رئيسي لها، قالت: اليوم الثاني من الهباء، المكلا خارج السيطرة. كما قلت يعني أيضا ساهم في هذه في إثارة الضجة في المناطق الجنوبية. هذا الواقع إعلام مسيس أو إعلام يخدم طرف معين، هذا الصحف هذه الواقع تخدم طرف سياسي معروف اتجاهه، تحاول أن تصنع قضية كبيرة جدا في تصنع قضية من لا شيء. نعم هنا نعترف أن هناك قضية في الجنوب، هناك مطالب حقوقية كلنا نعترف بها، والدولة نفسها والرئيس هذه يعني سلم بها وكلنا معترفين بها، هناك مطالب حقوقية لا شك فيها. لكن تضخيمها إلى هذا الحد، أن يوصل إلى حد يعني إسقاط المحافظة وإخراجها عن إطار الدولة المركزية وصناعة دولة مستقلة، طبعا هناك لا شك في مصادر أخرى قالت أنه هناك تواطؤ أو هناك دعم إقليمي حصل لبعض الجهات في الداخل، هذا محتمل كبير يعني، وأن هناك كان مخطط الدولة فشلته
لإعلان حضرموت إمارة خارج السيطرة أو دولة مستقلة. طبعا يعني هذا شيء غريب أن يكون هناك توجه فقط لفصل حضرموت. طب أنا مستغربة، يعني إيش معنى في هذا الوقت؟ يعني لماذا لم تكن هذه المطالب موجودة سابقا؟ لماذا الآن ظهرت هذه المطالب في حضرموت؟ التوقيت يستهدف أشياء معينة، مثلا مؤتمر الحوار الوطني هو الآن مشرف على أن ينهي كل فصوله يعني، ويخرج بوثيقة ضمانات الحوار. هناك تعمد لإفشال مؤتمر الحوار الوطني، هناك سياسة مرسومة أن يظل الحوار يدور في حلقة مفرغة. لا نخرج بنتائج. نعم، فبالتالي هناك افتعال لأزمات مش فقط في الشمال ومش فقط في الجنوب، أيضا في الشمال. في الشمال فمثلا هناك ما زال حرب الدماج يعني على قدم وساق، هناك القاعدة في رذاع، الحبة الشعبية في حضرموت، في شبوه، في عدن، كل هذه يعني تشير أنه المخطط واحد والراسم جهة واحدة، لكن المنفذين هم أطراف عدة. أكثر. عنوان آخر، طبعا ننتقل من خبر إلى عنوان آخر في صحيفة مارد بريس: القاعدة تتبنى رسميا الهجوم على مجمع الدفاع وزارة الدفاع، واعتذرت عن استهداف المستشفى وقدمت التعازي لذوي الضحايا. قالت في التصريح أن عدد المهاجمين 9، فيما قال تقرير وزارة الدفاع أن عدد المهاجمين 12. برأيك من أين جاء العدد الباقي؟ وهل يعتبر هذا دليل على أن القاعدة بالفعل في هذا الحدث كانت مخترقة من أطراف أخرى؟ طبعا بالنسبة للقاعدة هذا البيان هو رقم 3. البيان الأول الذي صدر أو سربته بعض وسائل الإعلام عن طريق الفيسبوك في نفس اليوم، أو صحيح؟ تويتر، يعني تبنى الهجوم الانفجار الانفجار بالذات. أي الانفجار. اليوم الثاني صدر بيان باسم القاعدة أيضا ينفي صلته بالهجوم. أه. المرة هذه المرة الثالثة بيان يتبنى الهجوم، يعني هذه مؤشر واضح أنه القاعدة لا تعمل بمفردها، القاعدة يحركها هناك من ناس. يوجهها ويستخدمها لغسيل عمليات قذره، او ما نسميها تبييض عمليات قذره، تقوم بها اطراف سياسيه تستخدم القاعده كواجهه، اما هي تخطط نفذ. وهناك ادوات التنفيذ، القاعده اصبحت مجرد اداه للتنفيذ، لكنها لا يعني ليس هناك قياده مركزيه او هناك تنظيم يستطيع انه يتخذ قرار لحاله، هناك جهات معينه. هذا اكبر، هذا البيان هو مؤشر واضح، بل دليل قوي جدا على ان القاعده مخترقه من عدة جهات، سواء جهات محليه سواء إقليمية سواء دولية. أقدر أقول الآن أن القاعدة في اليمن هي قاعدة قواعد، قاعدة محلية لأطراف سياسية، قاعدة إقليمية لدول ذات مصالح كبيرة في الإقليم، وقاعدة تدير تحركها قيادة خارجية. يعني فالقاعدة ليست تنظيم واحد، هي تنظيمات، عدة تنظيمات. وهذا البيان الذي صدر هو بالواقع يكشف أن هناك فعلا يكشف في تورط اختراق آخر، واضح وكبير جدا يعني نحو في صدر حتى القاعدة. حين قدمت اعتذار لأنها هدف المستشفى. كيف لم تستهدف المستشفى وكان هناك قناصة اقتحموا المستشفى بالفعل يعني، وقاموا بقتل الضحايا الأمراض والدكاترة والممرضين والكادر الطبي كامل، والكاميرات وثقت تماما، بشكل يعني عام هناك لم يكن انفجار مجرد ضخم. انفجار فقط، حتى نقول أن الهدف كان فقط الوزارة مجمع وليس المستشفى يعني. يبدو هكذا أن العملية كانت في الواقع ليست إرهابية، ما حصل في العرضي لم يكن عملية إرهابية، إرهابي كانت فقط. عملية أكبر منها، لكن أرادوا أن يخرجها من سياقها الحقيقي إلى جهة، إلى أن يلبسوها عباءة الإرهاب بحيث تفقد يعني معناها وتصبح قضية مائعة. الهدف الأساسي لم يكن إرهاب، الإرهاب ليس هدف، ليس هدف عزل ولا هدف مدنيين، الإرهاب لا 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 لا, لا يأخذ معارك لمدة 24 ساعة. الإرهاب هو بكل أشكاله نرفضه تماما، لكن القاعدة لمساتها أو يعني طريقتها واضحة، واضحة و أنها تستهدف معسكرات، صحيح تتبعات، صحيح، اقتحامات، عملت انتحاريين، أما صحيح، أنه قنص قانص من واعتداء وراء على من مثلا البيوت المحيطة بالعرضي، لا أعتقد أن القاعدة عندها هذا التفكير أنها تظل تهاجم إلى صباح اليوم التالي، مش لدى موقعها يوم الآن. السبت بالفعل. طيب يعني نقول مجزرة العرضي، من ورط من، صالح أم القاعدة؟ في الواقع أقدر أقول أنه لا فرق بين الاثنين. القاعدة كما قلت لك يعني محليا هي مخترقة من أجهزة مخابرات سواء محلية أو إقليمية أو دولية. ما أتم في اليمن يعني ربما حصل بتواطؤ أيضا أطراف أيضا خارجية، لا أقدر أقول أنه هناك فقط طرف معين، ولكن أقدر أقول أنه هناك أكثر من طرف اشترك في هذه العملية سواء من الداخل أو من الخارج، وبالتالي هناك أكثر من مستفيد. فكلهم متورطين في الواقع، لا أقول أن ليس هناك طرف محدد، كلهم متورطين في العملية سواء كانت أطراف سياسية أو القاعدة. القاعدة فقط كانت مجرد واجهة، هي الواجهة فقط، فقط لافتة، لكن هناك أطراف كثيرة متورطة، أطراف سياسية داخلية وأطراف إقليمية وأطراف ربما تكون أيضا دولية.
طيب ننتقل إلى السؤال الآخر. عنوان في صحيفة الجمهورية: بن عمر يتقدم بمقترح تضمن معالجة عدد الأقلية وحدودها في الدولة الاتحادية، ما قراءتك لهذا المقترح وهل يتناسب مع أهداف ومطالب شباب الثورة؟ من حيث المبدأ، سليمان بن عمر في الواقع مبعوث أممي أدى دور كبير مشكور في الدفع بعمة الحوار، لكن يعني مع المدى في الواقع يعني أقدر أقول إنه الحوار بدأ ينتقل، أو حتى الملف يعني ملف الأزمة كلها بدأ ينتقل تدريجيا إلى أيدي خارجية في الواقع. يعني تصبح حجم التدخل الخارجي ونفوذه وسيطرته وإملاءاته كبيرة جدا، يعني إلى الحد الذي أصبح بن عمر يتدخل في كل، صحيح انه يعني يقدم اقتراحات، لكن الاطراف المحليه اظهرت عجز واضح في الوصول الى تفاهمات او اتفاقات سياسيه، حتى في كل قضيه اصبحت تلجا الى ابن عمر. يعني نوع من العجز والفشل يعني الذريع، يعني هل هي بحاجه لابن عمر في كل قضيه في كل، حتى قضيه الاقاليم اصبحت مشكله يعني؟ فهذا الواقع يكشف ان هناك في الواقع اخفاقات كبيره. اذا كان في فشل في الحوار بين الاطراف هناك الاساسيه، فشل، في فشل. طيب يعني ألا نستعين بالخارج حتى يحلوا هذه المشاكل؟ في الواقع احنا عندنا آلية محددة، يعني نحن احتكمنا إلى المبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية تضمنت خطوات محددة لنقل السلطة والحوار، لماذا لا نلتزم بالآلية التنفيذية؟ طب إذا لم يكن هذا هناك التزام من بعض الأطراف؟ في الحالة هذه ينبغي أنه على الجميع أن يحددوا من هو الشخص أو الجهة أو الحزب السياسي أو الذي يقوم بعرقلة وكشفه للرأي العام. أيوه هذا صح. يعني أما أن نظل يعني نرحل أزماتنا، الآن هناك تسريبات تقول أن رحيل عدد الأقاليم إلى ما بعد الحوار، معناها انه الان القضيه التي تم اتفاق عليها هو التمديد هذه فقط. هذه القضيه اللي هي اصبحت محل اجماع، اما غيرها ما هناك محل اجماع. عدد الاقاليم ما فيش اتفاق عليها. شكل الدوله ما فيش، حتى المواد الاخرى المتعلقه بالشريعه الاسلاميه كنص يعني كماده اساسيه في الدستور او كمصدر للتشريع ما زال محل خلاف. اذا ما على ماذا اتفقوا طيب في الحوار؟ على اي شيء متفقين؟ يعني ما يعني فعلا هذه الاشياء تبين انه المتحاورين حتى الان ما زالوا يعانون من عدم الثقه بينهم بين، وبالتالي اضطروا للجو للطرف الخارجي. الطرف الخارجي في الواقع الان سيفرض ضوءه حسب مصالحه، بما يخدم مصالح الخارجيه. عموما اشكرك استاذ عادل على حضورك معنا واثرائك للموضوع، ونتمنى ان يكون لنا حوار اخر ايضا في حلقات اخرى. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، نعود اليكم والى الصحافه الجديده، والبدايه من المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظه عدن، وعلى صفحته بالفيسبوك كتب عن الثوابت الوطنيه. نتابع. نختلف او نتفق، نقترب او نبتعد، تبقى هناك ثوابت تربطنا جميعا، لا غنى لنا عنها ولا غنى عن تعايشنا لأجلها. المجال واسع لكل أنواع التنافس السياسي الاجتماعي الطبقي الاقتصادي إلى آخره، شريطة عدم المساس بما تربطنا من ثوابت. قد نختلف سياسيا أو فكريا وعقليا، تتباين الرؤى ويلتبس الفهم، لكننا نشترك بشربة الماء وحبة الدواء وقاعة الدراسة، وعليه فإنه حري أن ننأى بكل تلك الخدمات عن ممارسة الأنشطة السياسية. الاحتجاج متاح في حدود ما يحفظه من رقي وتقدم، وعليه لندرك جميعا أن الفوضى لن تزيد إلا تبلدا وابتعادا عن جادة الصواب. نحن بأمس الحاجة للبناء والتنمية، لنعمل سويا لتحقيق المنجزات، وفي ذلك نكرس جهودنا. نرفض سياسة الهدم والتدمير ومشاريع الدمار. وفق الله الجميع لكل خير. إسقاط لجنة التوفيق المواد الخاصة بالثورة الشبابية الشعبية من تقرير العدالة الانتقالية كان موضوع علي الشريف على صفحته بالفيسبوك. نتابع. إسقاط لجنة توفيق المواد الخاصة بثورة الشبابية الشعبية من تقرير العدالة الانتقالية وانتهاكات 2011 و2012، حتى وصل الأمر إلى استبدال كلمة ثورة بتعبير التغيير السلمي، هو قمة السفة. لم يسقط صالح من رأس السلطة إلا الثورة الشبابية الشعبية، وأي محاولة للالتفاف على هذه الثورة طالبها هو إفراغ للتحولات من كل معنى. وأدعو شباب الثورة ومنهم أعضاء الحوار وبالذات الناشطة توكل كرمان عضو لجنة التوفيق إلى وقفة جادة ورفض هذا الالتفاف أو الانسحاب من مؤتمر
الحوار وعدم الخضوع للابتزاز الذي يتكئ على أهمية إنجاح الحوار ولو على حساب مطالب ثورتنا، فهذه قضية لا تقبل المساس بها. أستاذ الشرعبي على صفحته بالفيسبوك كتب عن الحملة الشرسة التي يتعرض لها الإصلاح وكوادره ومقاره من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة، نتابع. سيظل الإصلاح لقمة صعبة البلع في حلق كل المشاريع الصغيرة مهما استهدفوه كحزب ومواقف وقيادات ومنتسبين ومقرات ومؤسسات. الإصلاح يحمل لواء مشروع وطن كبير وحر يتساوى فيه مواطنون القانون وكرامتهم وحرياتهم وحقوقهم محمية ومحفوظة، وتتوفر فيه العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمشاركة السياسية والاقتصادية. محمد عبد الله اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عبر تغريدة في تويتر كتب عن أهمية استثمار الموارد البشرية، نتابع. بناء أصعب من أي بناء، فهو القوة التي تصنع كل وسائل القوة التي في متناول البشر. الكاتب الجزائري والمراقب المستقيل من بعثة العربية إلى سوريا أنور مالك عبر تغريدة في تويتر تحدث عن خصائص الثورة السورية، نتابع. كل ثورة من ثورات الربيع العربي هي لإسقاط طاغية واحد، إلا ثورة سوريا قدرها بإذن الله هو تحطيم مجموعة من الطغاة والغزاة، لذلك هي ثورة أمة. سعود الشريم عبر تغريدة في تويتر كتب عن عوامل استقرار المجتمعات، نتابع. استقرار المجتمعات داخليا مبني على تجرد واستقرار المؤسسات العدلية فيها وعلى رأسها القضاء، فهو كالقلب بالنسبة لها، فإن ضعف ضعفت وإن توقف ماتت. كرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ومن حديث الصحافة. نشكر في الكاتب الصحفي الأستاذ عادل أمين على حضوره معنا، ونشكر لكم على حسن المتابعة، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.